الحب ده حاجة غريبة قوي. كل ما تفتكر انك جامد تكتشف انك انت انسان ضعيف جدا هش. تعرف انا لما كنت عيل صغير كنت بلاقي نفسي في كل تحفة تقع تحت ايدي. امي كانت عايزاني اطلع دكتور زي ابويا، بس ابويا كان فاهمني كويس اوي وقبل ان اخش كلية الفنون التطبيقية، والهواية يا ستي بقت مهنة. الحب اللي بجد زي التحف النادر ملهاش تمن. انا وابويا كنا دايما مختلفين، وكل ما معيش قصة حب وانا صغير وروح احكي له كان يقول لي انت تكدب لك. لغاية ما قابلتك انت ومن غير ما افتح بوقي بص في عينيا وقال لي انت بتحب غد وانت. جوازتي الاولانية كانت عادية جدا، واحد مناسب وبس. بس انت مش صممتي على الطلاق؟ هو ما عملش حاجة خلتني اصمم على الطلاق. اللي انت عملته ده يا آدم خلي اي واحدة تفكر في الطلاق. رحمة يا حبيبتي، احنا مش قلنا ننسى بقى؟ احنا لازم نفتكر عشان ما نغلطش تاني. احنا لو ما غلطناش ما نبقاش بني آدم. ربنا سبحانه ادانا العقل والقلب عشان نقدر نحس ونحب. هتقدر؟ بحس بخوف، هو ده عادي ان المسجون يعشق سجان ويبقى كمان ملهوف، هو ده عادي ان ابقى بحس معاك بامان وفي نفس الوقت بحس بخوف، هو ده عادي ان المسجون يعشق سجان ويبقى كمان ملهوف للدرجة بقى جدعان اللي يعيش يا ما يشوف، للدرجة بقى جدعان اللي يعيش يا ما يشوف، للدرجة بقى جدعان اللي يعيش يا ما يشوف، للدرجة بقى جدعان واللي يعيش يا ما يشوف. على فكرة أنا كتفي لسه بيوجعني. مش قلت لك انت لازم تروح للدكتور وتحكي له على الجنان اللي انت عملته، فاهم؟ حاضر، ثانية واحدة بس. الو، ايوه، ايه؟ لا 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 لا، قول له يستنى، اوعى يمشي انا جاي له على طول. يلا سلام. مين ده اللي اوعى يمشي جاي له على طول؟ راجل بيشتغل معايا وانا مش عايز ازعله. ما يزعل ولا يتفلق، صحتك اهم. بصي انا هوصلك وبعدين اروح مشواري. اتفضلي. رجلي على رجلك، انا اللي هوصلك. ما ينفعش، ده شغل. براحتك. لا تزعليش بقى. جي 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 جي. خلاص بقى طيب.